الحمد لله فخورة بزاف بهذا الإنجاز، لأن إنجاز ما جاش بالساهل، يعني من بعد واحد الجهد واحد المثابرة، خصوصا أن هذه الرياضة كيف كتعرفوا هي رياضة فيها نوع من الخطورة، رياضة تعرفت بأن الرجال هما اللي كيلعبوها ماشي النساء. الحمد لله ملي كيكون هاد لو ريزولطا بحال هكا راه كنكون فرحانة بزاف وفخورة بزاف. يمكن لانني دائما كنشوف الوالد ديالي كيعجبوه السيارات، كان اصلا كيدير اختراعات، كان هو براسو كيخترع طوموبيلات. يمكن لانني هو ما عندوش الاولاد وانا كنت بنته الكبيره، فكنت متاثره به ومتعلقه به بزاف، وكنشوف داكشي اللي تيدير. فكبر عندي بلا ما نحس، لقيت راسي انا مولوعه بالطوموبيلات، بالسرعه، بالمغامرات. كنت كنحضر معاه كذلك، كان كيدير لي جيم كان دوك مغامرات بالطوموبيل وداكشي. ف من عند الله سبحان الله، ملي كتكبري فشي جو بحال هكا بلا ما كتحسي براسك، كتلقاي تنتي راسك مولوعه وتنتي براسك كيعجبك هاد لو. العقليه تختلف والشخصيه تختلف، و يعني بنادم كل واحد وكيفاش، كاين اللي ما عنده حتى شي مشكل، تكوني امراه تكوني راجل ما عنده حتى شي مشكل، وكاين واحد الاقليه الله يهديهم اللي ما تعجبهمش الحال انك كتفوزي عليهم ولا انك كتطلعي في البوديوم انت الاولى وهما الثانيين والثانيين، ولا ما كيطلعوش هما كاع في البوديوم. فكيكون واحد اش غنقول لك، كيكونوا بعض اعداء النجاح اللي كيديروا مشاكل وعراقيل وبالعكس انا كنظن بان هذا الشيء اللي تيوقع مع هاد اعداء النجاح ما كيكون بالنسبه لي الا تحفيز باش نعطي دائما اكثر، باش ما نستسلمش، باش ما نهبطش يديا، وباش نبرهن بان حتى المراه الا تعطاتها الفرصه ولقات واحد شويه ديال المساعده راه تقدر تحقق القاب في دي دومين، واخا هاد لي دومين كتكون محتكره من طرف الرجال. للاسف مازال ما تحشي الفرصه انني نشارك في بطولات افريقيه او اوروبيه. الحلم ديالي كان دائما هو انني نلعب اليشيل انترناسيونال، هو انني نرفع رايه ديال بلادي عاليا، ما نبقاش منحاصره على البطوله الوطنيه فقط. لحد الان الظروف ما كتسمحش لعده اسباب، كان جات كورونا، من موراها كان مرض الوالد ديالي، لان انا ما يمكنش غادي نديبلاصا بلا الوالد ديالي، خاص ضروري الحضور ديالو كيكون مؤكد لانه هو اللي كيقاد الطوموبيلات واللي كيوقف معايا. مي جي توجور دليسبوار، عندي دائما الامل انني واحد النهار غادي تحقق هذا الحلم، خصوصا ان هذا الرياضه ما عندهاش واحد سن محدد، تقدر تمارسها وانت عندك 70 عام وانت عندك 80 عام، طونكو عندك الصحه مزيانه وطونكو باقي عندك لاف. وبصراحه هاد الرياضه هي مليئه بالمخاطر، وقعوا لي حوادث كثيره، منها انني درت مثلا دي زاكسيدون، شحال مره كنت تقصحت في ظهري و تقصحت في عنقي، شحال من مره مرارا وتكرارا. الحمد لله ربي تيلطف، ما كانش كيكون لا هرس لا حتى شي حاجه، كيكون تقصح كنحاول انني نرتاح جوست ابخي وصافي. يعني هذوك كثيرين بزاف، مره اخرى ثاني كانت حرقت لي الطوموبيل فوسط السيركوي، وكانوا تبلوكاو ليا البيبان وما قدرتش نخرج، وحتى دوك الناس باش غيجيو يعتقوك خافوا ولا تفرقع الله في الطوموبيل مع ليسونس وداك الشيء. فتخنقت شويه بداك الدخان، حتى جاو من بعد ناس مساكن اللي غامروا حتى هما بحياتهم وحلوا عليا الطوموبيل، والحمد لله ما كانوش دي ديغا خايبين. دونك كيبقى يعني كتبقى هاد الرياضه شويه فيها صعوبات، سورتو بالنسبه للمراه، في ان المراه شويه كتكون قلبها شويه رهيف ماشي فحال الراجل تيكون. ما الحمد لله كل شيء كيدوز مزيان الحمد لله. المشكل اللي كاين هنا في المغرب هو ما كاينش مثلا واحد البلاصه فين يقدروا يتريني وياخذوا واحد من فورماسيون باش يدخلوا للحلبه، خاص يكون هما كيعرفوه يفهموا في الميكانيك ويفهموا في بوكو تشو، سينو خاص يكون عندهم شي واحد بروش بحال باهم ولا خوهم ولا راجلهم ولا شي حاجه اللي يقدر يوقف معاهم في هاد لو كوتي. اصلا الجو ديال هذا الرياضه شويه غير لائق بالنسبه لاون دام، لان كتحس
بحال كتوسخ مع الشاكمات، الصداع ديال الطوموبيلات، لاغريس، الدخان، يعني الجو كيكون شويه غير ملائم بالنسبه للافام، ما عدا الا لقات فريمون اللي وقف معاها واللي ساندها، ولا كانت فريمون كدير هاد لو سبور عن حب وعن اقتناع، وهذا راه كتحاول انها تدوز هاد لي زوبستاكل وهاد المشاكل. اولا المنافسه الغير الشريفه لبعض الاشخاص اللي كيضربوك اكسبري، دفا كيدخلوك مع حيط، دفا تيديروا لك شي مشكل، ما كيخليوكش تكملي لاكور ديالك واخا كتكوني غاده مزيان مثلا، وداك الشيء اش غنقول لك، كاين صعوبات ماديه في غياب دابا المدعمين ولا سبونسور، للاسف ما كاينينش، سورتو ان هذا الرياضه ماشي معروفه وعندها واحد الشعبيه كبيره بحال كره القدم مثلا ولا هذا، دونك كتبقى شويه الشعبيه ديالها قليله، دونك اوتوماتيكمون ما كتلقايش فاسيلمون لي سبونسور. يعني انا كنت ما لقيتش الوالد ديالي ما كنتش غنقدر نكمل. صافي هادشي اللي كاين، مي الحمد لله والشكر لله، يعني راه كيف هاد الرياضه فيها صعوبات وفيها مشاكل، فيها حوايج زوينين اللي انا استفدتهم منها، محبه ديال الناس، واحد الفئه الحمد لله مدعماني و في لي ريزو سوسيو ولا هكا كنعرفهم، دعوات الخير يعني واقفين معايا، وهذا الحمد لله سمحت لي كذلك انني نعرف ناس زوينين، درت علاقات زوينه مع ناس بزاف وناس زوينين، دونك اي حاجه واخا كيكونوا عندها المشاكل ديالها والصعوبات ديالها كيكونوا فيها حوايج زوينين. عمري ما فكرت في هذه المساله لانني كان امن بالقضاء وبالقدر، وكنقول لك كانت مكتبه شي حاجه تقدر تكتب لك في 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 الزنقه. هذا الرياضه ما خاصش بنادم ايماجيني بان فيها بزاف ثاني ديال لي ريسك، لان كتجيني تقدر دي فوا دير اكسيدون بطوموبيلتك ويوقعوا لك دي ديغا قبح من لو سيركوي، حيت عندها فيها زعما جميع لوازم السلامه اللي كتسمح لك انك واخا ديري شي اكسيدون كتبقاي شويه بروتيجي قليل الله يحفظ باش كيكون موت ولا كتكون شي حاجه. اما في الطرقات العاديه راه كنشوفوا نسبه ديال لي زاكسيدون، نسبه الوفيات اللي كتوقع. انا بيرسونيلمون ما عمري ما فكرت انني في هاد ليدي وبانني نساحب باش على ود صحتي ولا على ود هذا. باغ كونطخ شي مرات الوالده ديالي كتقول يا بنيتي بارك عليك، صافي الله يجعل البركه، عندك وليداتك واقفين ليك، واقفين عليك، محتاجين ليك، راجلي حتى هو دي فوا كيقول لي وبركه، سورتو ملي كيشوفني درت شي اكسيدون تقصحت ولا شي حاجه كيقول لي زعما شنو مستافده من هاد الرياضه، صحتك غتمشي وتا شي واحد ابري ما غادي يعرفك وهادي وهادي وهادي. ولكن كنقول كيف قلت لك قبيله داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، الا كانت مكتبه لك شي حاجه خايبه راه تقدر تكتب لك وانت في وسط دارك وانت في وسط كوزينتك. دونك كنتمنوا السلامه للجميع ودائما الدعاء والحمد لله والقران وهذا باش ربي كيحمي وكيحفظ. الزوج ديالي في الاول ملي كان كيشوف سقط الحوادث وكان ديما كيعيطوا ليه اجي راهي ندير اكسيدون في السيركوي الفلان فلاني، دي فوا ما كنجاوبوش في التليفون كيتخلع وداك الشيء، دونك كان كيقول لي صافي بركه عليك وهذا. منين شافني فريمون مصمه وشافني كندير شي حاجه بارامو وشافني بانني كنحس انا بواحد الراحه، هذا صافي في الاخر ولا من بين المدعمين ديالي ولا كيعاونني تمام في وليداتي ملي كنكون انا غايبه ولا كنكون زعما في لي زونطريمون ولا تنكون في شي كورس ولا شي حاجه، دونك دابا ولات يمد ليا يد المساعده وصافي وتفهم وعرف يعني انا وهذا الرياضه تنبغي انا نحبسها واحد النهار انا من خاطري، ما نخليش شي واحد يفرض عليا انني نحبسها. الحاجه اللي كنبغي نوصل دائما زعما الرياضيين اون جينيرال كنقول بان الرياضه اخلاق، الرياضه معامله، الرياضه راه ماشي هي القاب ودي بوديوم ودي كوب، وهذا الرياضه هي كتخلي واحد الحس جميل، كتخلي واحد سمعه طيبه، لان كل شيء كيفوت، كاين عامل ديال السن وكاين واحد كيكبر وكاين الموت كذلك، دونك الواحد الا خلى واحد الصدى طيب وخلى واحد السمعه زوينه وخلى واحد هذا، راه انا بوغ ما حزن ما يخلي القاب ولا يخلي هذا. وما كنهضرش فقط على الرياضيين، يعني جو بارل اون جينيرال على الناس كلهم،
للاسف ولينا كنلاحظوا بان بنادم قلبه قصاح، بان ولا بنادم متكبر، ولا ولا بنادم صحاب شنو نقول لك، ولو اصحاب مصلحه بزاف يحترموا كي بغاو مصلحتك فيهم، اللي ما كانش عندك مصلحتهم ما تيحترموكش. دونك كنتمنى زعما هذا ميساج كنقول لي انك نقول كل شيء فايت، وما كاين غير الموت، وكيموتوا لي جون، وكيموتوا الكبار، وكيموتوا المراض، وكيموتوا الصحاح. دونك من الاحسن الواحد يكون زوين مع مولاه ويكون زوين مع الناس، لان ما كاين غير الله كيف تيقولوا.